ما هو الرمز؟ من هو الرمز؟ وما هي الإهانة؟ تمام. أحددهم إزاي؟ حول حضرتك. خلينا بقى ده صميم الموضوع. حول حضرتك. أولاً في البداية أنا النهاردة يمكن أستاذنا الدكتور جمال وهو نائب قديم، أنا لما كنت رئيس لجنة بعمل قانون بستدعي أهل الفكر وأهل العلم وأهل المعرفة، اسمها المشاركة المجتمعية. بجيب حضرتك باخد رأيك، ممكن بتعدل لي مادة أو جمال بيبقى أثناء اللجنة بلاقي رأيه متعارض مع اللي أنا مقدمه تماماً. وبقتنع بيه، بتتعدل داخل اللجنة هذه المادة، صح يا جمال بيه؟ طبعاً. ممكن. فالنهارده إحنا ممكن من داخل اللجنة نستدعي حضرتك، نستدعي الكاتب والمؤرخ العظيم، نستدعي حضرتك، ونستدعي كل هذه الناس. النهارده هناك فرق بين الإهانة والتقييم. والتقييم ماشي، هناك متفقين. متفقين والرأي. هحدده بقى ازاي؟ ما هو معيار التحديد؟ هقول لحضرتك هيتحدد ازاي اثناء مناقشه القانون. اثناء مناقشه القانون هنستدعى اهل الفكر والعلم والثقافه، اللي هم عندهم التاريخ، اللي عنده مين اللي هو رمز، مين اللي عطى لمصر وله تاريخ لصالح هذا الوطن. النهارده زي ما قال الدكتور الاستاذ جمال عبد الناصر، محدش ينكر ابدا وطنيته لمصر واللي قدمه لمصر. انما اهين ولا لا؟ اهين ولم يحدث شيء. لا، عبد الناصر ما لو القانون كان طلع اللي طلع الاخير كان، انا كان مش عاوز القانون واللي يقول على عبد الناصر الفضل. يعني دلوقتي اذا كان هناك من يرى ان عبد الناصر مثلا هو حر، لابد ان نقيم عبد الناصر او ملبسه ولا رد عليه مثلا راي والراي الاخر. يا جمال بيه، أنا شخصيا عندي في دايرتي أهنت واستعملت القانون اللي سيادتك قلت عليه. ده موضوع غير الشخصيات التاريخية. وتهدد ابنك ده بالقانون الجنائي بالقتل وخطف أحفادي وإنسان محبوس حتى الآن. اتنين ده حقك، ده بالقانون الجنائي، مش عاوز كلام. إهانة. إهانة. لا لا لا، ده قانون جنائي. وابتزاز. استعملت القانون الجنائي. استعملت القانون الجنائي. لا، بقول لك استعملت القانون الجنائي. وإنما نفس البينات يا جماعة. انا بقول استعملت القانون الجنائي. انما الرموز يا استاذ الدكتور، اتفضل حضرتك. انا عايز مناشد، وسمعني الاخ الفاضل الست نائب الدكتور عمر وموجود، واللجنه على راسها راجل يعني عظيم. انا استحاله ان انا اصدر هذا القانون بدون المشاركه المجتمعيه. طيب دكتور جمال، هل